شعبنا اليوم شنه يريد يك تسأل شعبنا اليوم شنه يريد تعال اسمع كلامه وفسر صياحه أنا أريد الوطن لو ما تتلفنا بعلم محتاجين دولة وبيها كل الناس ما تخاف الظلم وتعيش مرتاح ومحتاجين واحد يحضر الأيتام يعني أنا أريد وطن جي والله ما يصير يعني هيك ومحتاجين واحد يحضر الأيتام ويسكت الأم البقد نواحي يما يا يما يا يما يا يما من نذكر اسمك ينعصر قلبي الله ينتقم منهم شوفوا الله ينتقم منهم حسبي الله ونعم الوكيل عليهم ليش شبابنا هاي ليش يعني شنو ذنبهم طلعوا يطالبون بحقهم ليش ليش من نذكر اسمك ينعصر قلبي قلبي شنو ذنبه ومحتاجين واحد يحضن الايتام ويسكت الأم البقد نواحة نواحة محتاجين عالم تعرف الإنصاف ما ترضى الجثث متشمرة بالساحة محتاجين عالم تعرف الإنصاف محتاجين عالم تعرف الإنصاف ما ترضى الجثث متشمرة بالساحة ومحتاجين نمسح كل ألمنا الصار عدنا الإيد بس ما عدنا مساحة ومحتاجين نمسح كل ألمنا الصار عدنا الإيد بس ما عدنا مساحة محتاجين أكبر من صبر أيوب محتاجين أكبر من صبر أيوب لأن أيوب بل وصاح لجراحة محتاجين يوسف يطلع من البيض ويفسر حلم ما شفنا براحة ومحتاجين ترجع خوة الخوان أبد مريت ناس الناس ذباحة ومحتاجين يغلط هالزمان بيوم مثل باقي البشر مثل باقي البشر ونشوف أفراح